فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس مخيطا تحت إحرامه وذلك جهلا منه ولم يعرف الحكم إلا بعد رجوعه إلى بلده، فما الواجب عليه؟ ليس عليه شيء إذا لبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو ما وجد ما يستر به عورته وأبقى السراويل عليه، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك من لم يحلق رأسه بعد انتهائه من العمرة فهل عليه شيء؟ لازم يتحل، ما يتحلل إلا بحلق الرأس، وله بلازم أنه مباشرة بعد الفراغ من العمرة، ما هو بلازم، لو ما حلق إلا بعد ساعات بعد يوم خالف. نعم.